لأن الاستراتيجية الأمريكية إلى الآن بتتعجب إزاي مصر واقفة بهذا الشكل ضد الإرهاب؟ ليه ما بقتش زي سوريا؟ ليه ما بقتش زي ليبيا جنبها؟ ليه ما بقتش زي العراق؟ ليه ما بقاش مشكلة زي الصومال بهذا الشكل الحاد؟ وليه الجيش تمكن؟ وده لا يبتعد أبدا عن مصلحة أمريكا في حماية أمن إسرائيل ومصر على حدودها مع إسرائيل. عايزينها تبقى زي سوريا بالشكل ده. حتى إسرائيل تشخر بقى دلوقتي، هي نايمة، نايمة ومطمئنة لما حدث في لبنان، لما حدث في سوريا. عايزة بقى مصر تبقى زيهم. يعني مفيش سبيل بقى براحتها. تمام، مفيش سبيل يعني إلا تحقيق المخطط الأمريكي علشان